جاهزين. عندنا الدولة عندها تنمية وعندها أولويات يا جماعة. أنت عندك كباري ومنشآت هنضحك على نفسنا. احنا بنتكلم لسه في الأهرامات يا جماعة. دلوقتي مثلا 20 800 وعليك خير. لا 20 30 يا بيه دي ثقافة، لازم أنت تغير الثقافة، لازم تغير مفاهيم الاستضافة، ولازم يعني منظومة ضخمة كبيرة جدا. وهل الدولة عندها أولويات؟ أنا قلت لك ألمانيا كان عندها كل حاجة. فعايزة تعمل تنمية دورت الحركة. قطر عندها فلوس عايزه تعمل تنميه في المنطقه بتاعتها وتقول ان قطر عندها فلوس. انت عندك اولويات تصرف على التعليم ولا الطب ولا تصرف ايه الاول؟ انت ما وصلتش لدرجه التشبع في التنميه، لسه بدري.